السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواتي اليوم موضوعنا هو كتير مهم وتكملة للفيديو السابق، واللي ما شاهد الفيديو السابق اخواتي اللي هو امتى انا مفطم فراخ الكناري، كيف افطم فراخ الكناري، اي عمر مناسب لفطام فراخ الكناري، يشاهد الفيديو اخواتي لحتى يفهم علي انا شو عم بحكي. طبعا تم شراء اقفاص المناسبة للتزاوج. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم ويبارك بطيوركم يا رب. طبعا اخواتي مشان ما اطول الفيديو عليكم، اذكروا الله بسم الله ما شاء الله. رح نحكي دغري بنفوت بموضوعنا، بس بتمنى منك اخي الكريم اذا مالك مشترك بالقناة تشترك، اذا قناتي عجبتكم وما تنسونا اخواتي من اللايك وتفعيل زر الجرس. يلا نروح على موضوعنا. طبعا اخواتي بالنسبة لفطام فراخ الكناري، انا فطمت فراخ الكناري بس ما بعرف انا شو ممكن مثلا اقدم لهم او شو بدي اقدم لهم، خاصة الشباب المبتدئة بتربية طيور الكناري ممكن مثلا ما بتعرف شو ممكن تقدم للفراخ. اخي الكريم رح اعطيك انا برنامج اتبعه وان شاء الله تدعي لي. طبعا اخواتي قبل ما اعطيكم انا البرنامج الغذائي لفطام فراخ الكناري رح نوه على بعض الامور. هلا في كثير شباب مثلا بتعرف انه ممكن تقدم البيض المسلوق، انا معك اخي الكريم وطريقتك 100% سليمه. قدمت البيض المسلوق اخي الكريم، بيجي بيمسك البيضه هو مثل ما هو، بنقر لهم اياها من فوق، بيقدم لهم البيضه مثل ما هي، بتركها يومين ثلاث ايام اربعة ايام، بجوز يا اخي الفراخ ما اكلوا البيضه. البيضه اذا ضلت اكثر من يوم او يومين خاصه فصل الصيف بده يصيبها عفوني، بتعفن، بتنتزع البيضة. لما الطير او الفرخ بده يرجع ياكل من البيضة اخي الكريم بصير عنده التهابات. بقول لك الفرخ كان بصحة وكان سليم وكان 100% تمام، ليش كش؟ ليش مثلا تعب؟ ليش مريض؟ اخي الكريم بالنسبة للبيضة المسلوقة، لانه في شباب عم تسألني انا قديش مثلا انا ممكن خلي البيض المسلوق. البيضة المسلوقة اخي الكريم بالنسبة للصيف 6 ساعات وبالنسبة للشتي 12 ساعة، وبتشيل البيضة وبتكبها. وكمان في شغلة تانية وهي مهمة، في بعض الشباب أنا بعرفها بتقدم جميع الخضروات والفواكه المتواجدة عندها بالبيت بيوم واحد أو بلحظة واحدة أو بوقت واحد، يعني عنده مثلا خيار، عنده بروكلي، عنده بيض مسلوق، عنده تفاح، عنده خس ملفوف، حطهم كلهم بصحن واحد او بمعلف واحد وقدم له اياهم للفراخ. قال لك انه خلي نوع للفراخ تاكل، لا اخي الكريم هيك انت بتضر الفرخ ما بتفيده. اتقيد ببرنامج نظامي غذائي اسبوعي وباذن الله رح تستفاد طيورك عليها. اسمع من الله واسمع مني. طبعا انا عامل خلطة لحط لكم ان شاء الله هلا فوق تطلع عندكم باشارة التعجب. طبعا خلطة كتير مهمة وكتير منيحة بالنسبة لتقديمك انت للفراخ الكناري. البرنامج الغذائي الاسبوعي اخي الكريم بالنسبة ليوم السبت بتقدم له تفاح، الاحد بروكلي، التنين خس، الثلاثة جزر، الاربعة بيض، الخميس ملفوف، في ملفوف احمر وفي ملفوف اخضر، والجمعة اخواتي باتي، وانا عامل فيديو عن الباتي، وتضيفوا بقلب الباتي بذور النيجر، كمان انا عامل فيديو سابق عن بذور النيجر. ثق فيني باذن الله بعد اذن رب العالمين، هذا البرنامج الاسبوعي اللي انا قدمت لكم اياه لطيوركم، باذن الله مو باذني انا، اذا ما رح تاخذ صحة من الفراخ، صحة سليمة وصحة كويسة وتوب حلو، يعني توب حلو يعني كشكل للطير، وقفته للطير او لون الريش، صحة الطير بشكل عام بإذن الله بتكون سليمة 100%. طبعا هلا كمان في شباب بتقدم التمر وبتقدم التين اليابس. طبعا بالنسبة لي اخواتي انا في عندي خلطة خاصة بفراخ الكناري يلي هي اخواتي انا بقدمها هيك بالمعلف. طبعا اخواتي هاي هي الباتي، والباتي اخواتي بخلط فيها انا بزور النيجر كتير منيحة. هلا بالنسبة للخلطة اللي انا بقدمها بالمعلف الصغير هي فيها كذا مكون، اذا بدكم ان شاء الله انا بعملكم فيديو عن هاي الخلطة اللي انا بقدمها لفراخي غير البرنامج الغذائي الاسبوعي اللي انا قلتلكن عليه. طبعا اخواتي انا بفيدكن بشغلة كمان يلي هي بالنسبة للبيض المسلوق اخي الكريم وبالنسبة للجزر،
بتبرشهم مع بعض. بتبرش اول شيء البيضة المسلوقة، بتبرش الجزر، بتخلطهم مع بعض اخي الكريم، وبتضيف عليهم شوية باتيه وبتقدمهم للفراخ. اخواتي للخلطة اللي انا لحقلكن عليها هي كمان كتير منيحة وكتير مهمة وكتير مفيدة بالنسبة للفراخ. اول شيء بتبرش الجزر، بتبرش البيضة المسلوقة، تمام اخي. وبالنسبة للقشر بتكسره بايدك بتحطه فوق الخلطة، وبتقدم مع الخلطة اخي الكريم باتي، تمام، وبتقدمها لطيورك. هيك بتكون سهلة الهضم على الفرخ وسهلة عليه كمان بالاكل. طبعا اخواتي يعني هي مرحلة فطام فراخ الكناري ما لها كلمة سهلة وما لها كلمة هينة. بدك تعرف شو تقدم لطيورك، بدك تعرف انت امتى انا بقدم التفاح، امتى بقدم انا بعض الخضروات، لحتى ما تفقد ولا فرخ ان شاء الله باذن الله. ربي يبارك بعمركم ويبارك بطيوركم. ولهون بيكون انتهى الفيديو وانتهى البرنامج الغذائي الاسبوعي اللي انا قدمت لكم اياه. طبعا انتظروني ان شاء الله بفيديو قادم، رح يكون كمان فيديو مهم بالنسبه للفراخ باذن الله. طبعا اخواتي بس حاب نوه على شغله، اللي هي في شاب مفكرني انه انا مثلا ما عندي نظافه. اخي الكريم بالنسبه للي شايفينه انتم قدام عينكم هون، هاي انشاره اخي، هاي انشاره، هاي عم فرجيكم انا قدام عينك مشان ما تفكر انه هذا وصخ. هاي انشاره اخي، لانه في حدا من الاخوه المتابعين عم يقول لي انه انت عندك النظافه وما النظافه، وانا قلت له لا هي انشاره. وان شاء الله رح احكي لكم انا بفيديو قادم كمان لقدام شوي عن الرطوبه وعن النظافه باذن الله. ورح احكي لكم ان شاء الله باذن الله عن موضوع الفراخ، انه في شباب بالتعليقات عم تقول لي في عندهم فراخ عم تموت بقلب البيضه، شو السبب؟ ورح احكي لكم ان شاء الله باذن الله فيديو قادم عن تبديل العش، امتى انا فيني بدل العش وامتى انا فيني نظف العش. او في بعض الشباب عم تقلي كمان انه انا اذا عندي فراخ بقلب القفص والانتاية مثلا بيضة، كيف انا بدي نظف القفص؟ فلح اعطيكم ان شاء الله الطرق الصحيحة امتى انت فيك تنظف القفص اخي الكريم اذا عندك انت الانتاية بيضة، او اذا عندك انت الانتاية عندها فراخ مثلا. كل هالمواضيع هاي ان شاء الله رح احكي لكم اياها باذن الله في فيديوهات قادمه. بتمنى من الجميع اخواتي يشتركوا بالقناه لانه فيها افاده للجميع ان شاء الله، وفيها معلومات بتفيد الكل. والله يبارك فيكم اخواتي، بتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم.